الله أكبر ولله الحمد. هذا هو تكبيرنا، نشكر الله تبارك وتعالى على ما هدانا للإسلام، فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ونذكر الله تبارك وتعالى الذي قال واذكر الله في أيام معلومات، وقال واذكر الله في أيام معدودات. فهذا هو نشيدنا، هذا هو عزنا، هذا هو إسلامنا. أسأل الله تبارك وتعالى أن تكون هذه بداية فتح ونصر للإسلام والمسلمين في كل مكان، وكذلك هنا فتحا لمدينة القدس بإذن الله تبارك وتعالى، وفتحا لمدن العرب والإسلام والمسلمين التي يحكمها الآن حكام ظالمون. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يفرج كرب المسلمين وكرب المكروبين والمهمومين في كل بلاد العرب والمسلمين. أشكر الإخوان الذين كانوا معنا وشاركونا جميعا، النساء والرجال والأطفال، فتيات النهضة الذين شاركوا، كذلك طلاب دار الأرقم الذين أتحفونا بهذه المسيرة في التكبيرات، وكذلك الطبول التي تقرع الأذان والتي تدل على القوة والعزة والتمكين بإذن الله تبارك وتعالى. كذلك نشكر الإخوان الذين شاركونا من أهل بلدنا، ونحن مع بعضنا البعض بإذن الله تبارك وتعالى نفرح، يفرح الصغار والكبار، يفرح الجميع بإذن الله عز وجل، الرجال والنساء. ونسأل الله تعالى أن تعم الفرحة جميع بلاد المسلمين بإذن الله تبارك وتعالى، وأن يكون هذا العيد عيد نصر وعز وتمكين للإسلام والمسلمين. نشكر رئيس البلدية الذي شاركنا وأعضاء ونواب البلدية، كذلك الذين حافظوا على الأمن في هذه المسيرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ أمننا وأماننا واطمئناننا في ديارنا وفي بلادنا وفي بلادنا السخنين بشكل خاص. بارك الله فيكم، بارك الله في خطاكم والتي صدحت حناجركم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يثيبكم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يكون هذا العيد علينا جميعا عيد رحمة وبركة، وأن يرجع حجاجنا بإذن الله تبارك وتعالى بخير وبحج مبرور وبذنب مغفور وسعي مشكور بإذن الله تبارك وتعالى. أن يرجع إليكم آباؤكم، أن يرجع آباؤكم وأمهاتكم وإخوانكم وأصدقاؤكم وزملاؤكم، أن يرجعوا إليكم بسلام بإذن الله تبارك وتعالى. أدعو رئيس البلدية السيد مازن غنايم، بارك الله فيك. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوات والإخوة السلام عليكم ورحمة الله. يعني في البداية بدأت كل عام وأنتم بألف خير، على وعسى في العيد القادم إن شاء رب العالمين تعود علينا والكل في تمام الصحة والعافية، بظل الخير والمحبة والوحدة في هاي البلد. ومن اليوم المفروض يكون شعارنا نعم للمحبة، نعم للوحدة، لا للعنف. فإن شاء رب العالمين إنه حجاجنا إن شاء الله بعودوا لبلد بخير وسلامة، إن شاء الله إنه في العيد القادم نحتفل جميعا في قيام الدولة الفلسطينية وعاصمة القدس الشريف إن شاء رب العالمين. لأنا بدي أقوله شكر خاص لأخوتنا في الحركة الإسلامية، لأنه مئات من هاي العائلات المستورة اللي بتأخذ مساعدة من الحركة الإسلامية، فشكرا لإلكم اسم الصغير والكبير، اسم كل الخيرين في هاي البلد، بنقول يعطيكم العافية، شكرا لإلكم. طبيعي للفرقة الكشفية اللي أدخلوا الفرحة على وجوه أطفالنا، الابتسامة شفناها في وجوه جميع أهلنا إخوتنا، فشكر خاص لإلكم. طبيعي بدي أتمنى أخرى مرة لحجاجنا يرجعوا بخير وسلامة، لأهل بلدنا يظلوا متحابين متماسكين موحدين إن شاء الله، لأنه سخنين في نهاية المطاف أغلى مننا كلنا.